عندنا مثال تاني لشبكة عبارة عن شبكة مجاري توزيع الهواء ذات مقطع دائري، ومبين على الرسمة بتاعتها هنا معدلات الهواء الخارج من كل موازي، وبيديك هنا سرعة الهواء عند بداية الرئيسي اللي هو عند ايه 6 متر بالسكند، وفي الراجع الريتيرن عندك الريتيرن عندك 4.5 متر بالسكند. تمام، عندك ده هو ده الريتيرن، تمام، وده هنا هو التهوية الاوت. ماشي، جايب لك في التهوية كان 3.5 متر على الثانية، تمام، ومعدله 2 متر مكعب على الثانية. يبقى هنا اللي بيتكلم على التهوية، تمام. الطول المعادل للأكواع 10 دي أطوال أجزاء الشبكة موضح بالجدول زي ما احنا شايفين كده، الرسمة تجيلك بالطريقة ديت والجدول ده. طيب ايه المطلوب هنا؟ مطلوب تصميم أجزاء المجرى بطريقة فقد الاحتياج السابق، يعني محتاج القطر عند كل مقطع عند ايه، القطر بتاعه ايه، بي سي دي وهكذا لحد جي، تمام، بما فيهم طبعا ال والام. عايز اجيب الاقطار الخاص بالمقطع الدائري في كل مجرى، وفي النهاية عايز احسب دافع الضغط الكلي من مروحة الوحدة، تمام. فقد الضغط اللي انا عايز احسبه كله هنشوف نحسبه ازاي. علما بان دلتا بي دي اللي هي فقد الضغط خلال الموزعات كان 2 باسكال، وعندك ان هو معامل الاحتكاك الديناميكي خلال الكويل كان 6/10، وهنا برضو معامل الاحتكاك الديناميكي خلال الفلتر 4/10. ده هنحتاجه في قانون، يبقى ده اخر حاجة ان شاء الله لما ايه نيجي نفنش المسألة. طيب اول حاجة هعملها هعمل الجدول بالشكل ده واحدة واحدة كده، طبعا الجدول بيبقى فاضي خالص، تمام. الجدول بيبقى هنا اول حاجة انواع المجرى، بتكلم هنا عن السبلاي وهنا عن الريتيرن وهنا عن الاوت. في السبلاي كان عندك من A لحد G، تمام، A B C D E F G، تمام، ده في السبلاي. عندك في الريتيرن كان الام، وعندك في الاوت كان ال، تمام، ومديك الاطوال كلها، هتاخد الاطوال دي كلها تحطها في الجدول اهي 16 7 7 7 وهكذا، ده كله هتنقله من هنا. ده طبعا ده مجموع دول، طبعا انت هتكتب ده وهكذا، هنا 15 و20، يبقى الجدول ده نقلته هنا، تمام. طب دي اول حاجه عملتها، نقلت ال الطول اللي هو موجود عندي في الجدول. بعد كده هخش على الكيو. ايه الكيو؟ الكيو عند ايه بكام؟ معرفش. هتعمل ايه في حاجه زي كده؟ تروح عند اخر حاجه، تجيب من الاخر للاول عشان تجيب الايه، تمام. عند الايه ده مجموع ده كله، عندك طريقه؟ اجمع 1.25 1 1 1.5 1 25% هيديك 6، او تجيبها من الاخر. اول حاجه جي كان كام؟ 25%، 25%. الاف كان لوحده كان كام؟ 1 1. الاي مجموع الاثنين دول 1 و25% يبقى 1 و25، تمام. عند الدي فين؟ مجموع الاي زائد 1.5، تمام، اهو 1.5 زائد 1.25 اداني 2.75، وهكذا لحد ما اروح على الاي. هتجمع ده طبعا، عندك البي طبعا، او عندك الاي هتساوي 1.25 زائد البي اللي انت جايبها اخر حاجه، كل ده مجموع، تمام. هتجيب اول حاجه ده وده، بعد كده هتجيب ده مجموع الاثنين، ده مجموع الثلاثه، ده مجموع 1 2 3 4، وهكذا البي مجموع 1 2 3 4، ادي الخمسه، تجمع دول، والاي مجموع الايه السته دول، تمام. سهل جدا، مفيش اي حاجه. يبقى انت كده عملت الكيو والال، نقلتهم بس لسه ما عملتش اي حاجه، اعتبرت ان انا نقلت. عندك الريتيرن جاي لك جاهزه اللي هو الام، لا ده مش مديها لك، خليك بقى شاطر بقى في دي، في حاجات بيسيبها لك انت تستنتج، تمام. هو جايب لك الايه ال اللي هو الاوت 2،
تمام؟ مش هنا بيحصل هنا ميكس بين ده وده، بين الريتيرن والاوت، صح؟ طب يعني ده ده وده بيطلعوا لي الايه. طب الايه كانت بكام؟ كانت ب 6 متر مكعب بير سكند، واللي عندك الاوت كام؟ كام؟ 2. يبقى 6 من 2 يبقى دي كان 4. 4 و2 تطلع لي هنا 6 اللي هي موجوده هنا. يبقى هنا ال 4 وهنا 2 دي مش موجوده، انت دي بتستنتجها. 6 ناقص 2 تدينا 4. نكمل. طيب ال V هو جايب لك في المساله، جايب لك السرعات في مجرى الرئيسي 6، وعندك في الريتيرن 4.5، وعندك في الاوت 3.5. اهي 6 4.5 3.5. نخش تاني على المسألة بتاعتنا. خلاص يبقى ال V موجودة في الرئيسي. بص كده معايا بقى، هنشتغل على الخريطة. تمام، احنا شغالين بطريقة فقد الاحتكاك الثابت. يعني انا لو جبت الدلتا بي عند A هم مكررها من A لحد G. طب تعالى كده مع بعض. عندك اول حاجة 6 متر مكعب بير سكند، اللي هو معدل التدفق بالمتر مكعب بير سكند. تمام، ادي 6 اهي، عملت خط خلاص. وقال لك عندك الفي بكام؟ الفي ب6. فين الفي؟ اهي السرعة اهي 6 اهي، قوم واخد خط من عندها كده، الاتنين اتقابلوا في نقطة، النقطة دي اقوم واخد خط رأس كده، هي دي الدلتا بي، تنزل كده تطلعها 2 من 10، وهنا 4 من 10، والخط ده يبقى 3 من 10، يبقى قبل 3 من 10 بحاجات بسيطة، ممكن نقول 28% زي ما أنا كاتب كده. تمام؟ خلاص يبقى دلتا بي هتقوم مكررها 28% 28% وهكذا في المجرى الرئيسي كله. دي بطريقة فقد الاحتكاك الثابت، بتجيبها عند الخط الرئيسي وبعد كده تقوم قارر في المجرى كلها. سهلة، مفيهاش أي حاجة لحد دلوقتي، ما عملناش أي حاجة صعبة. طيب عايز أجيب الدي، الدي القطر اهو، الخطوط اللي هي المايلة دي، اقوم واخد خط كده عشان انا جبت النقطة اهي، اقوم واخد خط عندها اهو. تمام، فين بقى؟ اقرأ كده، دي 900 الف 1100، هي بعد ال 1100 بحاجات يعني، انت فاهمني؟ خلي بالك دي بالمليمتر، انا عايزها بالمتر ومقسم على 1000، يعني مثلا 1130. تمام، هيبقى 1.13 من 100. تمام، وهديك برنامج دلوقتي يجيبها لك بالظبط، هنرجع الارقام دي دلوقتي حالا. تمام، كويس جدا. نفس الكلام هتاخد بقى، انت طلعت اول نقطة، انت طلعت الدلتا بي خلاص ماشي، هاخد بقى الخطوط اللي بالعرض دي اللي هي كيوهات 4 75 اهي، اقوم واخد خط بالعرض، وعند النقطة دي اقوم منزل ده كده وجايب الايه، وجايب الدي، وهكذا وهكذا. ادي عندك كام كيو؟ ادي 1 2 3 4، ادي 5، ادي 6، ادي 7 اهم، 1 2 3 4 5 6، ادي 7 من اول 25%، دي 2 من 10، ايه 25%، وبعد كده 1، بعد كده 1 25 اهي، بعد كده 2 75 اللي قبل التلاتة، بعد كده 4 75 او 3 75، 4 75، وبعد كده الستة. طب اجيب الدي ازاي؟ طب بص كده، خليك معايا. بص كده معايا، ادي ايه، شو احنا خدنا الخط ده اهي كده، اقوم جايب الدي، اقوم نازل بعد كده على اللي بعدها، خلي بالك اهي تقاطع ايه؟ تقاطع الكيو مع الدلتا بي، الدلتا بي اهي ثابته ماشي، الكيو الثاني 4 75، اقوم رايح جايب هنا اهو، بعد كده جايب الايه؟ الدي. استنى اكبرها لك اهي، اهي امشي، احنا اول مره كان هنا، بعد كده هنزل كده، بعد كده هنزل كده، هنزل كده وهكذا. احنا عند دي بقى بكام؟ دي 1000 تقريبا، وهنا تقريبا 1030 او 1050، 1050 تمام، 1050 يعني 1.5%.
1.5% اهي 1.5%، تمام. وهكذا هنزل 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 هنزل، دي كلها الدهات دي كلها سهل انا اجيبها بالطريقه اللي قلت لك عليها دي. خلاص يبقى انت كده جبت طبعا، وفي كل مره تقوم جايب الفي، يعني انت عايز تجيب الفي هنا، الفي هنا بكام؟ اهي هتاخد الخط اللي هو ده، بص كده تقريبا هنا بين الخمسة والستة، تقريبا 5.7، تمام، اللي هي الخطوط اللي هي الجاية دي. بص بقى، يعني احنا طبعا دي في الامتحان مش هيبقى معانا البرنامج، بس احنا بنتأكد من الارقام بتاعتنا. البرنامج بديله حاجتين، انا طبعا انا شغال بطريقه الهيد لوسس اللي هي فقد الاحتكاك الثابت. فقد الاحتكاك الثابت عندي هنا هو اول حاجه الفلوريت هنا كان 6، تمام، بس خلي بالك دي بالمتر مكعب للسكند ودي باللتر، خلاص يبقى هنا 6000، تمام. وعندك الفي ب6، الفي ب6 6000، والفي هنا ب6، طلع لي هنا تقريبا الهيد لوسز ب29%، احنا هنا مطلعين 28%، يعني طبعا يعني فرق بسيط، تمام. ده طبعا ده برنامج شغال باعلى طريقه اعلى حاجه. عندك بعد كده القطر 1128، يعني 1.13، احنا مطلعين 1.13، مطلعينه صح، تمام. نيجي بقى احنا اشتغلنا بطريقة فقد الاحتكاك الثابت اللي هي 28%، ماشي، وهنا 6000، 6000 28%. تعال بقى نشوف كده الاقطير، طبعا احنا نثبت هنا 28%، تمام. هنا 6000 طلع لي هنا 5.8، هنا مطلع 6، ماشي، يعني طبعا فرق قليل. طب انقل بقى كده، وطبعا طلع لك القطر، يعني انت عندك هتطلع الفي والقطر من هنا، وتمام. طب بعد كده عندك 4750، 4750، تمام. طلع لك هنا السرعة 5.5، انت بتطلعها 5.7، القطر هنا 10,045، يعني 1.4%، انت تطلعها 1.5%. احنا بنراجع الارقام. طب مش خش على اللي بعدها، 3.75، 3.75، 3,075، او 3,750، 3,750، نضرب في 1000، طلع لك هنا سرعة 5.2، هنا 5.8، هنا القطر 95%، هنا 95%، مظبوط، ماشي. على بعده 2,750، 2,750، طلع لك القطر هنا 8.5، عندي 2,750، هنا 8 من 10، تقريبا 8 من 10، هنا دي 849 على 1000، يبقى 8 من 10، مظبوط. والسرعة هنا 4.8، هنا طلع لك 5.4، ماشي، فرق برضو في فرق حاجات بسيطة. المهم القطر طلعته تمام، لحد ما توصل عندك الكيو هنا هتبقى 250، انت تضرب دي في 1000، طلع لك السرعة 2.6، هنا 2.7، وعندك دي هتبقى 3 من 10، 34%، طلع لك 34%، مظبوط هنا، صح، تمام. طبعا عايز برضو تجرب اللي تحت، اعمل هنا 4000، ماشي. وعندك الفي 4.5، 4.5، طلع لك هنا القطر 1.1، تمام. هنا 1063، 1063، يعني 1.6%، تقريبا هنا 1.1، تمام، بالنسبة للقطر. طيب واللي عندك الدلتا بي هنا طلعتها 18%، 18% مظبوط. طبعا البرنامج انا براجع الارقام بس بتاعت الجدول، يعني انا اللي مثلا لو بحط امتحان عايز ااكد على الدرجات بتاعتي واشوف انت تقييمك قد ايه بالنسبه للاجابه الصحيحه، بستخدم البرنامج، تمام. طيب جينا المرحله بقى كده، خلاص
خلاص خلصت الجدول خالص، فاضل لي ايه؟ طلعت الكوع الاطول موجوده تمام مفيش مشكله، عايز بقى اطلع ال ايكوفالنت، الايكوفالنت لينس اللي هو الطول المكافئ. تمام، احنا قلنا الطول المكافئ للاكواع 10 دي. طب انت عندك كام كوع؟ عندك كوع هنا وعندك كوعين هنا. الكوع اللي هنا اللي هو موجود في الريتيرن هو كوع واحد ماشي، 10 دي توم ضارب ال 10، 1 في 10 في الدي، الدي بكام؟ 1 1 من 10 طلع لك 11. يبقى الطول المكافئ للاكواع في الريتيرن 11. طب الطول المكافئ للاكواع بقى في السبلاي، عندك الكوع موجود فين؟ في عندك عند الاي، عند الاي، الاي عندك ادي كوع هنا وعندك ادي كوع هنا. تمام، عندك كام كوع؟ 2 كوع. يبقى عندك 2 10 دي، يبقى 10 في الدي، الدي بكام؟ 6 من 10 يديك هنا 12. تمام، يبقى عندك الطول المكافئ للاكواع في السبلاي كله هيبقى 12. تمام، وفي الريتيرن عندك 10. نخش بقى على المساله، هاخد الجدول ده ونبتدي نخش. اول حاجه عندي هقوم جايبها الدلتا بي بالنسبه للسبلاي، فرق الضغط او الضغط الدمجي في خط السبلاي. بقول ايه؟ فقد الضغط لكل متر اللي احنا مطلعينه هنا اللي هو 28 من 100 مضروب في ال L زائد L equivalent. تمام، او الايكوفالنت لينس. الطول الكلي كان كام؟ احسب ده كله هتلاقي مجمعه هنا 60، حطيت 60. والايكوفالنت لينس الطول المكافئ كان كام؟ هنا 12، او 60 زائد 12 مضربه في 28 من 100 هيديني هنا 20 و16 من 100. هنا كان الدلتا باسكال لكل متر ضربتها في المتر اداني هنا باسكال. هنا بالنسبه للريتيرن الدلتا بي هنا كان كام؟ 18 من 100. اللينس عندي هنا كان 15، الايكوفالنت لينس بتاعي 11، اجمع اضرب طلع لي 4.68 باسكال. نيجي بقى في الاوت، ما عندكش هنا ايكوفالنت لينس، طول مكافئ للاكواع عندك بس 20 اللي هو الطول، اضربه في الدلتا بي اللي احنا مطلعينها هنا ب 15 من 100. تمام، يديني هنا 3 باسكال. فاضل لي ايه؟ عندك هنا بقى الدلتا بي بالنسبه للفلتر، فقد الضغط خلال الفلتر كان القانون بيقول لي ايه؟ السي في الفي على 1.29 من 100، وهنا لاس 2. السي عندك هنا كانت ب 4 من 10 بالنسبه للفلتر، وكانت 6 من 10 بالنسبه للكويل، صح؟ السي اللي هي الديناميك دايناميك لوسز كوفيشنت، معامل الفقد الديناميكي. تمام، بضربه هنا في الفي، الفي كانت بكام؟ كانت ب6 في السبلاي هنا، او اللي ماشيه خلال الفلتر او السرعه خلال الفلتر. تمام، لو جاب لك السرعه لوحدها في المساله تمام بتذكرها، ما جابهاش بتاخد اللي هي في السبلاي على طول. طيب هي عندك 6 السرعه على 1.29، دي كل دوت الكوز دوت اس 2، وتضربه ان هو في السي اللي هي الديناميك لوسز كوفيشنت. تمام، يديني هنا 8.6 من 10 باسكال. نفس الكلام ده هنعمله للكويل. تمام، كان مديهولك هنا السي كانت مديهالك 6 من 10 في راس المساله، طلع لك هنا 13 باسكال. وجاب لك هنا الدلتا بي بالنسبه للديفيوزر، تمام، كان الكلي كان 2 باسكال. طب انا عايز اجيب الدلتا بي كليه بقى، هعمل ايه؟ هجمع ده 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 وهكذا، هنا وهنا وهنا، السته دول اجمعهم على بعض يديني الدلتا بي توتال 51.4 من 10 باسكال. يبقى انا كده جبت الحسابات اللي هو عايزها، المطلوب الاولاني والمطلوب الثاني، وكده تبقى خلصت المساله. السلام عليكم.